السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتكلم عن موقع انتل نتعلم كأول موقع للمجتمع العربي للمعلمين عبر الإنترنت لمهارات التدريس في القرن 21. بداية لابد من التسجيل في الموقع بالضغط على أيقونة قم بالتسجيل، وعند الضغط عليها تنقلنا إلى Application، نملأ به البيانات ونوافق على الشروط والأحكام، ثم نضغط على إرسال. كوني عندي أكاونت على الموقع راح أدخل عن طريق دخول. الآن نلاحظ في هذا الجزء هو خاص بأنشطة العضو الخاصة. هنا نقوم بإرسال رسالة، وهذه الأيقونة لظهور آخر إشعارات على الموقع تمت، وهذه أيقونة للأصدقاء، وهنا لإنشاء محتوى من مدونة، مناقشة، المجموعة، وخبر، وسؤال، وحصول على المصدر أو الخطط الوحدة الدراسية. ونلاحظ في هذا الجزء هو خاص بعملية البحث عن موضوعات ومناقشات خاصة بالمجتمع. نلاحظ الموقع لا عامل لينك على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. ننتقل إلى الجزء الثاني من الموقع. نلاحظ في عندنا أيقونة الأكثر تميزاً وأحدث النقاشات والأكثر شعبية. بالنسبة للأكثر تميزاً، عند الضغط عليها ينقلنا إلى أكثر الأعضاء تميزاً وتفاعلاً من حيث الموضوعات التي يتم طرحها. وعند الضغط على أحدث النقاشات يتم طرح آخر أحدث النقاشات في هذا المجتمع خلال الفترة الأخيرة. وعند الضغط على أيقونة الأكثر شعبية نلاحظ يظهر لنا أسماء الأشخاص الأكثر إقبالاً خلال الفترة الحالية. ننتقل إلى أفضل الأعضاء لهذا الأسبوع. نلاحظ هذا الجزء هو يحتوي على أعلى المشاركين نسبة في المشاركة خلال هذا الأسبوع، وسنتم الانتقال ما بينهم من خلال الأزرار الثلاثة لتحت. بالتالي يظهر لنا أكثر الأعضاء مشاركة في هذا الأسبوع. ننتقل إلى الجزء المحاضرات والمناسبات، وهو جزء يحتوي على معلومات عامة عن المجتمع والمحاضرات التي تتم فيه والأدوات والعناصر المهمة والورش التي يحتاجونها. نلاحظ وجود أزرار، عند الضغط عليها يتم التنقل ما بين المحاضرات والمناسبات. ولمعرفة أوقات هذه المحاضرات وأيامها نضغط عليها، بالتالي يتم لنا الانتقال إلى صفحة يظهر بها الورشة واليوم والساعة للتنفيذ. نقدر نضيف تعليقات لهذه الورشة. ننتقل الآن إلى الجزء الخاص بالأسئلة والأجوبة، وهو جزء يتم فيه طرح أسئلة من قبل أعضاء المجتمع والحصول على إجابات من خلال ردودهم. نلاحظ أيضا في هذا الموقع وجود
جزء جانبي طلب مساعدة أو إرسال تعليق. لو واجهتنا مشكلة أو نحتاج مساعدة في هذا الموقع نضغط هنا ونراسل المجتمع للرد عليه. ننتقل إلى الجزء الخاص في المشاركة في مجتمع انتل نتعلم، وهذا الجزء يتم به مناقشة جديدة لموضوع معين عن التعليم أو عن مجالات متنوعة. عند الضغط عليه ينقلنا إلى إنشاء مناقشة، نحدد العنوان ونستطيع إضافة فيديو أو صور ونكتب هنا المحتوى أو النص الذي نريد مناقشته. ممكن نضيف مرفقات معينة ونحدد مكان النشر في أي جروب ونضغط على حفظ. وأيضا هنا شاهد خطط الوحدات، هي أيقونة تنقلنا إلى الموضوعات التي نريد مشاهدتها والتي تمت في هذا الموقع. على سبيل المثال نلاحظ هنا الموضوعات في هذا الموقع ونستطيع التنقل ما بين صفحاتها أو البحث في العنوان والمدرسة. وآخر أيقونة في المشاركة في مجتمع انتل هي إنشاء خطة وحدة، وهذا لإنشاء درس معين. عند الضغط عليه ينقلنا إلى إنشاء خطة وحدة، نحدد العنوان ونستطيع إضافة فيديو أو صور وإضافة هنا ملخص هذه الوحدة، ونحدد المادة والصف الدراسي والوقت ومكان النشر. يوجد لدينا أيقونة هنا، عند الضغط عليها تنقلنا إلى برامج انتل التربوية أو خطط الوحدات، الأعضاء والمجموعات والمناقشات والمدونات التي تتم في هذا الموقع، إضافة إلى المسابقات والمحاضرات عبر الإنترنت والأخبار والأسئلة والأجوبة، بالإضافة للمواد التعليمية والمحاضرات المسجلة والفيديو التعليمي. فعلى سبيل المثال عند الضغط على الأعضاء ينقلنا إلى الأعضاء في هذا الموقع انتل نتعلم. عند الضغط على أحد الأعضاء نستطيع إضافة هذا العضو أو إرسال رسالة له. ليتم من ضمن قائمة الأصدقاء هنا لدينا عند الموافقة على الطلب. نلاحظ أيضا بالنسبة لبرامج انتل التربوية، عند الضغط عليها تنقلنا إلى البرامج التعليمية التربوية في موقع انتل، ونستطيع التنقل ما بين صفحاتها. على سبيل المثال بالضغط تظهر لنا المادة التعليمية والصف الدراسي والوقت وتاريخ إنشائها وملخص الوحدة وخطة التقييم والإجراءات لها. نضغط على عنوان آخر يظهر لدينا
الموضوع المقترح والتعليقات، ونستطيع هنا إضافة تعليقات للمواضيع المقترحة في هذا البرنامج. أيضا عند الضغط على مجموعات تنقلنا إلى المجموعات في هذا الموقع. نلاحظ العديد من المجموعات هنا. عند الضغط على متابعة نتابع هذا البرنامج، وأيضا يمكننا الاشتراك في المجموعة. نضغط على اشتراك، وبالتالي عند الاشتراك في المجموعة نستطيع نناقش محتوى المجموعة بعنوان، ونختار النوع ثم التطبيق. نضغط على لحظة إبداء، وبالتالي هنا يظهر لنا الاشتراك في المجموعة نفس الخطوات السابقة، ونشترك في المجموعة لنستطيع التعليق. وأخيرا نتمنى لكم الاستفادة من شرح موقع انت نتعلم، وشكرا.